وليكم حبيبكم واخيكم بصفح عليكم عليكم في من غير ما عاد مشاكل حياتنا يا ناس بتحاوطنا بتحصل لي دايما بتحصل لي ايمن لي محسن لي مرفت مرفت والحمدي وسعاد عزيزي المشاهد بدون ان نناهد معاكم وليكم حبيبكم واخيكم بصفح عليكم عليكم في من غير ما مشاكل حياتنا يا ناس بتحاوطنا بتحصل لي دايما بتحصل لي أيمن والمحسن ومرفت مرفت والحمد وسعاد الرحم أزمة عروسة أزمة عنوسة مرور وعالم بيتزحم شباب مرمي فور لي دم ده شباب مرمي فور لي دم بيصبح عليكم عليكم في من غير ما عاد ايجار جديد والدار قديم وقسط يا فتح يا علي عجوز وكان ماشي شفت ورجيم فواتير موبايل عملت عمايل فواتير موبايل عملت عمايل والله خلاص والله خلاص والله خلاص قلب العداد عزيزي المشاهد بدون ان نناهد معاكم وليكم حبيبكم واخيكم بيصبح عليكم عليكم في من غير ما مشاكل حياتنا يا ناس بتحاوطنا بتحصل لي دايما بتحصل لي أيمن ولمحسن لي مرفت مرفت والحمدي وسعاد لسه نايم ما نزلتش الاوردر ليه لغايه دلوقتي اوردر يا سلام احنا عندنا اوردر انت كمان مش فاكر انت لازم دلوقتي تكون في الشارع عشان تصور الحلقه الثانيه من البرنامج يا سلامه مش هقدر اصور ولا اعمل اي حاجه غير بعد ما اجيب مسحر من عند امها هي لسه عند امها هو انا هكذب عليك يا سلامه طيب خلاص انزل صور وبعدين ابقى صالحها مش هينفع يا سلامه مش هينفع اركز وانا عندي مشكله كبيره زي كده تصدق انا اسف ان انا اشتغلت معاك طب قول للمدير دلوقتي قول له ان انا بسلم عليه يلا اتكل على الله وخد الباب معاك مش خد الباب يعني تاخد الباب مصر انت ممكن تنفذ الحاجات غلط تعال اوريك ازاي تعال بص تعال كده يعني انت اتكل على الله وخد الباب ده بقى معاك قصدك اقفل يعني لا خده معاك
صباح الخير يا طنط، ازيك؟ عامله ايه؟ كويسه؟ طب الحمد لله. ايه ده؟ هي وخاله من غير بواب؟ معقوله يا طنط في واحده تكلم جوز بنتها بالشكل ده؟ معقوله؟ بنتي اللي تعبانه وصدمانه وخايبه وكله منك انت السبب. بص يا طنط، حضرتك بس لو سبتيني اقعد معاها ان شاء الله كله هيبقى تمام. مفيش قعاد. في ورقة طلاق جبتها معاك ولا لسه هتروح تجيبها؟ لا دي سهلة جدا، بتتجاب دليفري دلوقتي. معقولة يا طنط؟ في واحد بيبقى ماشي في جيبه ورقة طلاق احتياطي يعني. طنط بعد اذنك، سحر موجودة ولا مش موجودة؟ يا اختي شوف انا بقول ايه وهو بيقول ايه؟ انت هتجنني؟ الله يخليك، الحمد لله. طيب بص حضرتك بقى، انا بحب الشاي سكر زيادة، ويا سلام لو في حتة نعناع خضرة مثلا. يا ما نفسي نفسي اطلع على الشاشه واقول للجمهور بتاعك حقيقتك، اقول لهم قد ايه انت بارد وغلس وبتخون مراتك كمان. لا يا طنط، انا اقبل اي حاجه غير حكايه ان انا اخون مراتي دي. وبعدين لو حكايه النعناع الاخضر ده مضايقك بلاش، هاتي لي شاي ساده بس سكر زياده وهتقولي جوه يا طنط. هيجنني يا ليل. كذاب، مش مصدقه منك ولا كلمه. والله يا سحر هي دي الحقيقه. لما هي دي الحقيقه ما قلتش الكلام ده من الاول ليه؟ ما انا قلت لك يا سحر مش هينفع اقول لك ولا اقول لاي حد غير في الوقت المناسب. اي حد؟ انا مش اي حد، انا مراتك. مراتي؟ طب يا سحر ما دام مراتي تعالي معايا بقى على بيتك. اجي معاك بشرط. ايه؟ تبطل تحشر مناخيرك في مشاكل الناس، وبعدين تقولي كل حاجه وما تخبيش عني حاجه وتسيبني قاعده زي الاطرش في الزفه. حاضر يا ستي، بالنسبه لمناخيري مش هحشرها في اي حاجه، بالنسبه لموضوع الزفه مفيش اي زفه تاني، ما خلاص اتزفتنا قبل كده وخلاص. ده كلام فارغ. طنطا بقى انا ما بصدق اتحصل على 3 كاميرات في الاسبوع، تيجي انت والاستاذ اللي معاك ترغولي واحده وانتوا حاطين رجل على رجل. يا فندم صدقني احمد رجليه فيها دوالي، احمرت وزرقت وانتفخت وبقت كمان. اسمع، اكتب له اجازه وانا هوقعها فورا، ويا ريت يا سلامه تديني العنوان بتاعه علشان ابعت له بوكيه ورد لحد البيت. انت اللي جابك هنا يا جدع انت؟ ايه اللي جابني؟ ايه؟ مش عندنا اوردر النهارده يا ابني؟ ده لسه جاي من عند المدير وقعدت اقنع فيه ساعه انك عيان وطريح الفراش. طريح الفراش؟ استحاله تكون قلت جمله طريح الفراش، انا عارفه كويس قوي. الله، طب والورد اللي هيبعته لك على البيت؟ يبعته يا عم عادي جدا، مش مشكله خالص، بس اهم حاجه نشيل الكارت اللي باسم المدير وحط كارت باسمي واكتب حمد لله على السلامه يا سحر. سحر؟ طب والاوردر اللي اتلغى؟ لا ما اتلغاش ولا حاجه، انا عديت عليهم خليتهم يجهزوا كاميرا وقلت لهم يجيبوا المصور من البيت. ها جاهز؟ جاهز يا سيدي. ها ها كله جاهز. يلا عشان الشمس. استند باي. استند باي. يلا بنصور اكشن. اصحابي المشاهدين ازيكم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. طب الحمد لله، النهارده احنا حلقتنا حلقه جديده من برنامج من غير ميعاد، وطبعا بفكر كل المشاهدين ان برنامج من غير ميعاد بيعتمد اساسا على ان احنا بنقابل ناس من غير ميعاد ونفتح معاهم مواضيع جديده خالص من غير ميعاد. اخص عليك اخص. شفت؟ كان يخبطنا كلنا الحمد لله. انا كنت هموت يا احمد، كنت هبقى شهيد الفن. هو ما خدش باله، هو بس لو مركز يعني كنا استفدنا. خبط الشنطه بيك على طول. يا راجل انت كنت هتخسره مخرج كبير في البلد دي. بالعكس كنا هنكسب انك انت مش موجود. الحمد لله الحمد لله عدت على خير. يلا يلا نكمل. يلا يا جماعه عشان نبتدي، يلا عشان نلحق وقتنا. يلا جاهزين يلا. يا سيدي جاهزين. يلا يلا بنصور. اصحابي المشاهدين اخباركم ايه؟ كويسين؟ احنا كويسين الحمد لله وعدت على خير. ودلوقتي هنبتدي معاكم مره تانية وبرنامج من غير ميعاد. احمد احمد اصحى يا احمد، ولا انت هتخلي في وعدك بقى؟ ايه الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 9، على بال ما نوصل الاوتيل تبقى الساعه 10. وانا هنروح اوتيل؟ انت نسيت يا حبيبي انك وعدتني اننا نعمل دي يوز في اوتيل في الهرم، وعشان كده وافقت ارجع البيت معاك. ايوه فاكر، انت اشترطت رجوعك ان احنا نقضي يوم كامل في فندق. حاضر. طيب
طيب يبقى قوم بقى اغسل وشك على بال ما احضر لك الفطار. ولا اقول لك تيجي نفطر في الاوتيل؟ لا احنا اتفقنا ان الاوتيل هنقعد فيه ديوز بس من غير فطار. مع ذلك حاضر يا ستي، قومي حضري الفطار. الجريمة البشعة اللي حصلت في الدقي دي؟ اتنين راحوا بيت قديم معروف وقتلوه بعد ما سرقوا دهبه وفلوسه وهربوا. وكاتبين ان البوليس ما لحقهمش كمان. تصور يا احمد جريمة زي دي تحصل للساعة 2:30 في عز الظهر. ايه ده؟ تعرفت ازاي؟ ما انا قريت الجريمة دي 3 مرات، ده غير ان ماما كلمتني الصبح وحكيتها لي برضو وهي متأثرة جدا. تفتكر يا احمد هيعرفوا يلاقوا المجرمين دول؟ احمد انت سرحان كده ليه؟ اكيد طبعا صعبان عليك الراجل. انا غير هدومي بسرعه جدا. وانا كمان عايز اغير هدومي، بس على فكره انا اتصلت بالاوتيل واكدت حجز الشاليه. انا مش هروح الاوتيل، انا هطلع دلوقتي على مكتبي في المحطه. المحطه؟ صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا باشا. في ايه يا احمد؟ مالك؟ احنا مش متفقين نعمل مونتاج النهارده. ايوه انا مش هعمل مونتاج، انا جاي اعمل مشاهده. مشاهد؟ احنا مش متفقين برضو على كده. مش متفقين يا سلامه، وانا عايز كده خلاص. بس هات لي الشريط ده اصلا اوله. اوكي يا فنان. لا بعد كده الشغل. حلو حلو. ايوه هات لي بتاع الموتوسيكل ده. يا احمد في ايه؟ انا المخرج يا احمد، انا اللي اقول هات الموتوسيكل وانا اقول له وقف هنا واعمل فيكس هنا. استنى بس استنى. ايوه هات لي وشه لقطه وثبت لي على اللقطه دي بس. انت جاي تعمل مشاهده ولا تشوف الراجل بتاع الموتوسيكل؟ سلامه. بص ارجع لورا كده، ارجع لورا بس، ارجع لورا كمان 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 بس. شكرا يا باسم. عفوا. طلع لي الشريط بس. شكرا يا باسم. عفوا. يلا سلام. انت رايح فين؟ احمد استنى. احمد عني يا احمد اجاب. مفيش يا سلام. لا في. لا في. انا المخرج هنا ولازم ابقى فاهم كل حاجه. يا دي المخرج المخرج. يا عم انا قلت ان انت مبيض محاره، ما انا عارف ان انت المخرج. الجرنان ده بتاعك؟ واضح ان انت بصيت فيه قبل ما ناجي. انا فليته خبر خبر، حتى الكلمات المتقاطعه كمان حلتها. لا انا مش واثق ان انت حليت الكلمات المتقاطعه، بس مفيش حاجه لفتت نظرك غير الكلمات المتقاطعه. قصدك الحادثه المأساويه بتاعت الدقي؟ يعني انت كل اللي لفت نظرك ان الحادثه مأساويه؟ ايه هي مش مأساويه يا ابني؟ شغل مخك. الحادثه حصلت الساعه 2:30، يعني وقت ما كنا بنصور بالظبط، صح؟ طيب حصلت بقى في شارع هارون، يعني جنب الميدان اللي احنا كنا بنصور فيه، صح؟ انت هتفضل مقضيها اهات ولا ايه؟ لسه ما فهمتش. انت عايز تقول الواد اللي دخل بالموتوسيكل وخبط شنطة الكاميرا وعطل التصوير كان واحد من الاثنين اللي سرقوا الشقة وقتلوا الراجل؟ بالظبط. السرعة ما كانتش طبيعية، دي سرعة واحد بيهرب من مسرح الجريمة. طب واحنا مالنا؟ اكيد البوليس هيدور عليهم ويلاقيهم. يلاقيهم ازاي وهو ما يعرفهمش؟ انت مش قريت في الجورنال ان ما حدش شافهم وهما بيهربوا؟ امال عرفوا منين انهم اتنين مش واحد او ثلاثة؟ من اثار بصماتهم في الشقة. برضه ملناش دعوة. ملناش دعوة ازاي؟ اذا كنا احنا شفنا واحد منهم وهو بيجري بالموتوسيكل، ومش بس شفناه ده احنا صورناه على الشريط ده. احمد يا جابر الناس دول مجرمين واحنا مش قدهم. ايه اللي احنا مش قدهم؟ انت مش قدهم، اتكلم عن نفسك بس. ايوه هتكلم عن نفسي، انا مش قدهم من خاف سلم يا عم، وانا لسه ما دخلتش دنيا. دنيتي اللي عايز تدخلها دلوقتي؟ من الاخر انت معايا ولا مش معايا؟ لا مش معاك. انا هقعد في بيتنا لغايه لما البوليس يقبض على المجرمين دول او يأيد الحادثه ضد مجهول. واقول لك على حاجه، لو عايز تشوف كمان مخرج جديد للبرنامج بتاعك يبقى احسن. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟
ما تقوليش يا حبيبتي. الله ليه الاداء ده وليه النرفزه دي؟ ايه اللي حصل؟ انت ناسي انت كنت وعدني بيه وعملت ايه؟ قصدك يعني عشان موضوع الديوز ان شاء الله عوضه لك يا حبيبتي وبالفطار كمان. هو المفروض ان انا اصدق بقى حبيبتي؟ اصل انت لو عرفت اللي حصل بجد هتعذريني. يعني اللي حصل انها طلعت في دماغ الهانم تاخدك مني النهارده. هانم ايه وتاخدني ايه؟ ايه شغل بتاع اريد حلا ده؟ مفيش كلام من ده خالص. امال ايه اللي حصل؟ سلامه، انت عارفه طبعا سلامه اصلي والده توفى يعني مش مثلا عايش شويه ولا حاجه، لا توفى، فكان لازم اقف جنبه صاحبي. حول الله يا رب. مسكين يا سلامه. طب هو عامل ايه دلوقتي يا حبيبي؟ مين سلامه ولا ابوه؟ توفى. لا سلامه مقطع نفسه بقى من العياط، اصل ابوه مش جوز امه مثلا. لا الله يرحمك ابو سلامه، الله يرحمه. كده بقى يبقى 50-50. احلى حاجه عملناها ان احنا خدنا مخفه وغلي اللي هي الحاجه دي. يعني مش قلت لك معلش؟ انا عارف الشقه دي مليانه فلوس وجوهرات وذهب وزمرد وزفرجد. هو يعني ايه زفرجد؟ معلش ده اكله صيني. اكله صيني؟ انا حاطط انا على الشقه دي بقالي شهر ونص. يا سلام يا اخويا، لما انت حاطط عينك على الشقه دي بقالك شهر ونص، عينك دي ما شافتش شنطه الكاميرا اللي انت خبطت فيها؟ يا عم وسع تفكيرك شويه، انت لسه شاغل دماغك بحكايه الكاميرا دي؟ يا ابني الموضوع مش هين، الكلام ده لو صحيح زي ما انت بتقول والكاميرا كانت دايره يبقى اكيد صوروك. ايه؟ طب هيعملوا ايه يعني بصوت؟ هيعملوا لك كارنيه خفيف، صوروك يا شلبي صوروك. يا عم انا كنت طاير. ما انت على طول طاير. ايوه لا يمكن يكونوا لحقوا يصوروا وشي خالص. صباح ايه معلش، وانا اي حد يقدر يصورني؟ وبعدين يعني تناسي الموتوسيكل ده كان مسروق برضو. الموضوع تعبني، الشريط ده لو راح النيابه هيعمل لنا قلبان وهيجيبونا. يبقى خلاص. ايوه خلاص. ها يبقى خلاص. خلاص ايه يا شلبي؟ خلاص ايه؟ نسافر ونسيب البلد. نروح على فين؟ شقه الشرابيه. هنسافر الشرابيه يا شلبي؟ بيني وبينك ولا شقه الشرابيه كمان باين عليها مشفره وما فيهاش حاجه. ما ينفعش يا شلبي نسافر قبل ما نتاكد ان الواد المذيع ما خدش الشريط وداه النيابه. يا دي النيابة اللي ورانا ورانا، أنا عارف اخترعوها ليه النيابة دي. طيب نتأكد ازاي؟ دي بقى تسيبها لنا، أمخمخها وعلى الصبح تكون استوت. اتفضل يا سلامة، على بال ما تشرب قهوتك يكون أحمد صحي وغير هدومه. إيه ده؟ دي سادة. طبعا يا سلامه، معقول يعني هعملها لك بالسكر في الظروف اللي انت فيها دي؟ ظروف ايه؟ هو احمد ما بيجيبش سكر في البيت ولا ايه؟ ما تتصورش انا زعلت عشانك قد ايه بعد ما احمد حكى لي اللي حصل. زعلت عشان انا؟ ليه؟ اصله قال لي ان انت ما بطلتش حياة خالص من ساعتها. ايوه فعلا انا يعني متضايق وكده وخايف، بس مش للدرجه دي. مش للدرجه دي ازاي؟ بالعكس للدرجه دي واكتر. هو في حد بيبقى حنين على الواحد بعد ابوه ما يموت؟ ابو مين؟ ابوك انت. هو انا ابويا مات تاني؟ هو باباك كان مات اولاني. ابويا ميت قديم، ده بقاله 20 سنه ده قرب يصحى. يعني احمد كان بيضحك عليا لما قال لي امبارح انه جاي يعزيك في باباك؟ لا طبعا ما بيضحكش، اكيد هو عارف اكتر مني يعني كده. طيب هات القهوة عشان تبقى تداري عليه بعد كده. أداري إيه؟ سحر استني بس هقول لك حاجة. إيه؟ أنت عملت إيه؟ والفراخ بتجيب إيه في رجلها؟ عملت إيه؟ مش تقول لي إنك قايل لها أبويا مات عشان أقدر أجاريها في الكلام. وأنا أعرف منين إن أنت هتتهب بتيجي هنا؟ المهم جاي عايز إيه؟ ضميري مقلبني يا أحمد، ما نمتش إمبارح ولا لحظة. يعني هتشترك معايا؟ في إيه؟ نفكر ازاي نساعد البوليس عشان يقبض على المجرمين دول. لا يا عم انا ماليش في المغامرات دي. الله،
انت مش لسه قايل دلوقتي ان ضميرك اتهبب وبيأنبك؟ اه بس لسه ما اقتنعتش بالمغامره. لو قريت بقى جرايد النهارده هتقتنع تماما بالحكايه دي. كاتبين ايه؟ لسه البوليس ما وصلش المجرمين، واولاد الراجل وصلوا البلد مخصوص عشان ينتقموا من العمل العامله دي. تفتكر جايين عشان يعرفوا مين اللي قتل ابوهم ولا يستردوا الذهب والفلوس؟ حقهم يعرفوا القاتل، ومن حقهم برضو يستردوا المسروقات. ربنا معاهم. واحنا كمان برضو لازم نكون معاهم يا سلامه. ربنا بيختبر ايماننا وبيشوف هنقدر نقف مع الناس دي ولا لا. طيب سيبنا افكر شويه، على الاقل اروح البلد ازور امي، جايز ما اشوفهاش تاني. العمر واحد والرب واحد. عموما لو خايف تبقى معايا، السر ده محدش يعرفه ولا حتى تقوله لنفسك. سر ايه؟ ايوه برافو عليك. الو يا فندم. يا فندم ثق تماما ان احنا هنوصل للمجرمين في عربات. عارف يا فندم انها قضيه راي عام، وان شاء الله هنقبض عليهم ونريح الراي العام. اوامر يا فندم. حاضر، مع السلامه. الجديده خير. لقينا موتوسيكل يا فندم مرمي على الطريق الصحراوي، صاحبه كان مبلغ بسرقته قبل الحادث بالثلاث ايام. وتعتقد ان هو ده الموتوسيكل اللي هربوا بيه المجرمين؟ احتمال كبير، بس للاسف مش هو ده الدليل اللي هنقدر نوصل لهم بسرعه بيه. ليه؟ واضح يا فندم ان هم محترفين اجرام، رموا الموتوسيكل بعد وقوع الحادث بدقائق. طبقت البصمات اللي لقيناها في الشقه مع بصمات المشبوهين؟ طبقناها يا فندم، بس للاسف مش لاقي حد فيهم. واللي قبضنا عليهم؟ قعدنا نحقق معاهم ليل ونهار، وللاسف التحقيقات ما افادتناش باي حاجه، كلهم اثبتوا ان هم في اماكن تانية وقت وقوع الحادث. والعمل يا خير. انا تليفوني ما بطلش رن. القضيه شغله الراي العام والصحافه مش ساكته، والكل منتظر مني حل للغز ده. مش عارف اقول لك ايه يا فندم، الظاهر ان احنا محتاجين معجزه وبسرعه كمان. معجزه وبسرعه كمان، دي كارثه. يعني ضحك عليكي، كتب فيلم عربي وصاحبه اخرجه، وانا الوحيده اللي اتفرجت عليه وصدقته يا ماما. عشان طول عمرك خايبه. انا مش عارفه انت ما طلعتيش واعيه زي امك ليه. ليه يا ماما؟ هو مش حضرتك قلتيلي ان بابا الله يرحمه يعني برضه كان بيلعب بديلو؟ ليه، ده كان في الاول يا ضنايا، لكن بعد كده بقى ربطت ديله انا بجنزير وقفلت عليه بقفل وخليت المفتاح معايا. طب تفتكري يا ماما هلاقي جنزير على قد ديل احمد؟ حبيبتي يا بنتي، ما كانش ليك الغلب ده كله، لكن معلش انا بقى موضبه له فخ هيقع فيه ما يعرفش يتفلفص منه ابدا. ايه يا مغاوي، انت ايه اللي مقعدك هنا لغايه دلوقتي؟ ما انت عارفني سعادتك ما اقدرش اقفل المكتب قبل ما انضفه كويس. طيب اتكل على الله عشان لسه عندي شغل اقعد اشتغل. طب وماله لما تشتغل على نظافه؟ يا سيدي انا عايز اشتغل على وساخه، انا حر يا سيدي. يلا خلاص اللي يريحك، بس انا كنت عايز اخدم بس. يعني يا سيدي ما تخدمش، يلا اتكل. ناقص لي الاباجوره بس. يا عم انا كاتب عليها نمر تليفونات. يلا خلاص. طب ما تنساش بقى تقفل المكتب كويس. ها حاضر. علشان ولود الحرام ما خلوش لولود الحلال حاجه. طبعا طبعا. حاضر. Thank you.
الو، ايوه نجم النجوم معاك سرنجة يا عم. ايوه انا ماشي معاه خطوة بخطوة. لا 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 راح ناحية اسم بوليس ولا مكتب نيابة. براوه عليك يا سرنجة، عايزك تخليك وراه تبات في التاكسي، طمني على اخباره اول باول. اي مشكلة هتحصل هبعتلك مسج. بس انت بقى افتح بلوتوثك. يلا سلام يا مان. معلش، هو الواد سرنجة قالك في حاجة جديدة؟ لا، زي ما انا قلت ده واد فاضي وما قدرش يعرض نفسه للخطر. وانتش عرفك؟ مش يمكن يكون بيرسم على حاجة؟ هو مين ده؟ انت هتجنني يا شلبي؟ هيكون مين غير احمد اللي خد الشريط؟ هيرسم على ايه؟ انت بس يا شلبي اللي مضايق تفكيرك شوية ومزودة حبتين. ولو طول ما الشريط ده معاه احنا لسه في خطر. شريط ايه؟ انا هسلم نفسي يا شلبي واخلص منك. الشريط يا شلبي. الشريط؟ طيب انت ناوي تعمل ايه؟ نور حاوة قبل ما يسلم الشريط. انا مش فاهم انت رايحه فين دلوقتي. ما تخافش مش هبوظ لك مواعيدك الغراميه. مواعيد ايه الغراميه؟ ده انت عجيبه جدا. انا عندي شغل يا ستي. طب وصلني في طريقك على اول الشارع رايحه المول. ماشي هوصلك للمول. الو يا شلبي، الهدف طلع من منزله. ومعاه زوجته. زوجته يا بني ادم، يعني البوي فريند بتاعته. اوكي مش هنزل عيني من عليهم. يلا بقى خليك في كوزك لما عوزك. حلوه دلوقتي هو ومراته خرجوا وما عندهمش عيال وما بيجيلهمش شغاله. قصدك ايه يا معلش؟ ما تفتح معايا يا شلبي، يعني شقتهم فاضيه، لو مخبي الشريط جواها فرصتنا ان احنا نروح ناخده ونامن نفسينا. طيب افرض طب علينا واحنا جوه الشارع. انت ناسي ان انا ماشي ورا واد سرنجة ومفهمه وقايل له اول ما نلاقيه راجع على بيتهم على طول يقوم يكلمني على الموبايل. انا مفهمه. طيب افرض مكان مبلغ البوليس والبوليس طب علينا واحنا في الشقه. ما يلحقش، سرنجة كمان مش غشيم، لو لقاه بيعمل كده هيدينا قالوه على طول. سرنجة مين؟ جريه يا شلبي ما تفوقلي شويه. اصلي قلقان قوي معلش. ما تقلقش جمد قلبك ومال، مفيش حلاوه من غير نار. وبعدين اسمع يا شلبي، عشان نخلع باللي سرقناه واحنا مستريحين الشريط ده لازم يبات في حضننا. انا حجزت لك مونتاج النهارده الساعه 2 الظهر. محمود المونتير زميلنا هيستنانا بعد ربع ساعة في أوضة المونتاج. إيه يا أحمد مالك في إيه؟ أنا متراقب يا سلامة. يا نهار أسود يا نهار أسود يا سلامة. هتسود النهار ليه؟ بتزعق ليه؟ بتسيح ليه؟ مين اللي بيراقبك؟ أكيد المجرمين دول هما اللي بيراقبوك صح؟ أمال إيه عن البوليس اللي بيراقبني؟ أكيد هما ومتأكدين الشريط معايا. أو معايا، ما أنا أصلي المخرج. يا عم مخرج إيه بس؟ مخرج إيه؟ أنت ما حدش يعرفك يا سلامة. يعني قصدك إيه؟ أنا اللي أتعب وأشقى وأخرج وأنت تتشهر؟ جرايا سلامة، أنت ما كنتش عارف إنك أنت طالع مخرج ولا إيه؟ وتفتكر هما بيراقبونا دلوقتي؟ لا طبعًا، ما أعتقدش إنهم يقدروا يدخلوا المبنى. ما تعتقدش؟ دول مجرمين وحرامية ومفيش حاجة في الدنيا تستعصى عليهم. وبعدين بقى، أنا غلطان إن أنا قلت لك من الأول يا سلامة.
لا استني استني استني، تعال نتاكد بنفسنا. شفت بقى معلش، الواد طلع حويط ومخبي الشريط بره البيت، وده اللي مخوفنا اكتر، ده اللي انا كنت عامل حسابه. يا اخويا ده انا اللي كنت عامل حسابه؟ يعني انت كنت عارف ان الواد ده مخبي الشريط بره البيت؟ تقريبا كنت متاكد. كنت متاكد؟ وتعرضنا للخطر معلش وانت عارف انه مخبيه بره البيت؟ افهم يا شلبي افهم، الواد طلع حويط، يبقى خلاص مفيش قدامي غير ان العب معاه بالكارت الاخير، هو ما سابليش طريقه تانيه. ايه هو الكارت الاخير ده؟ اللعب خلاص هيبقى على المكشوف. الحق يا احمد اتسرقنا، الفلوس والذهب اتسرقوا، شبكتي ضاعت، لازم نبلغ البوليس. بوليس؟ لا 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 استني، عايزين بس نفكر بحكمه وما نتسرعش يا صاح. حكمه ايه؟ هو في حكمه اكتر من اننا نبلغ البوليس؟ هو اللي هيجيب لنا حاجتنا. يا سحر بس سيبيني افكر، سيبيني افكر لو سمحتي عشان اعرف اتصرف صح. في ايه يا احمد؟ انت مخبي عني حاجه؟ مش عارف افكر يا سحر، مش عارف افكر. الو، ايوه انا احمد جابر، مين؟ انا اللي القدر جمعني بيك من غير ميعاد. اسمع احمد يا جابر، انت مذيع مشهور؟ محبوب على عيني، انما تقف في طريقي افرمك. اللي حصل النهارده ده مسح زور، فتح شهيه يعني زي ما بيقولوا. فلوسك وذهبك عندي، تسلمني الشريط اسلمك الحاجه، تعند معايا قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. انا هسيبك دلوقتي تشاور عقلك واكلمك تاني. سلامه خفيف. عفاك ما عليك يا حبيش اسد. ولسه ما تخبيش عني حاجه، ما تخلينيش اعرف بعد فوات الاوان. مش ينفع اقول لك يا صاحبي، كل اللي انا اقدر اعمله ان انا اطلعك عند مامتك فوق. تطلعني عند ماما ليه؟ سحر انا اصلي مش ضامن الايام الجايه ايه اللي ممكن يحصل، ربنا يستر. يبقى اكيد في حاجه خطر ولازم اعرفها. هو انت لسه ما عرفتيش؟ عرفت ايه يا ماما؟ انه متجوز عليكي ومراته، وبعتت اتنين بلطجيه من عندهم من عيلتهم، خدوا فلوس وخدوا شبكتك. معقوله؟ طب بقى انا حسبت لك انه معقول ونص. هتعملي ايه؟ هنزل امشي وراه واشوفه هو بيروح فين واجيب لك قراره. ايه ده ايه ده ايه ده؟ على فين يا ابلط؟ امشي ورا العربيه دي. اسف عطلان، البطاريه فصلت شحن. لا ما انا عارفه بقى الحركات بتاعتكم دي، الفلوس اللي انت عايزها تاخدها. يا ست انا مش عايز فلوس، كل اللي انا عايزه عايزك تنزلي من التاكسي دلوقتي حالا. وانا بقى مش هنزل من التاكسي. واشوف بقى مين فينا بقى اللي كلامه هيمشي. ادم ادم تقدر ترد عليه بقى؟ لا لا مفيش حاجه، عن اذنك يا ست امين الامنة. منك. وايه الموضوع بالضبط يا ابله؟ وانت مالك، انت مالكش دعوه،
انت ليك تاخد اجرتك في الاخر وخلاص. لا ما انا مش ههدى ولا كن الا ما افهم الموضوع بيقول ايه. الموضوع ده فيه ان لا ان ولا كان. ده ابني ومزعل مراته وانا عاوز اشوفه هو بيلعب بديله من وراها ولا لا. ابنك؟ طب مش تقولي كده من الاول يا ابله. ثانية واحدة بس اجيب كارت شحن الموبايل حالا. ممكن تفهمني يا اخ حقنة؟ يا عم سرنجع مش قلبي. اه وكله بيشك. انت بقى جايب لنا التهمة دي ليه هنا دلوقتي؟ يا عم انا قلت نخليها عندنا امانة عشان حتى نهدد بيها الواد اللي ما يتسماش ده اللي عارفين ناخد منه لا حق ولا باطن وعمال يعمل لنا فيها توم هانكس. مين هانكس ده؟ معلش ده ما تقولوش اسماء خالص فاهم؟ يابا يابا الله يخليك. احنا ناقصين مشاكل. بقول لك ايه يا شلبي سيبه. انا شايف ان اللي عمله سرنجه ده برضو فكره مش وحشه. ازاي يابا؟ ازاي يابا دي فكره مش وحشه؟ يا علش يا علش وسع تفكيرك. هو احنا خلصنا من موال القتل والسرقه لما هنفتح فرع تاني للخطف؟ نعمل له ايه؟ اذا كان هو مش عايز يجيبها لبر مش فارق معاه بقى لا ذهب ولا فلوس، اكيد حياه امه هتبقى عنده بالدنيا. هو ده عيني على الام وحنان الام. لا خال ولا عم بيشيل الهم ولا ايه يا طنط تيزا؟ ايه يا شلبي مالك بتعيط ليه؟ افتكرت امي. الله يرحمها يا شلبي. ارتاحت وانا اللي شلت الهم. ايه يا ماتت؟ هي حصلت للدرجه دي؟ يخشوا بيتك ويسرقوك؟ عايزين ايه له دراعي يا سيدي عشان اديهم الشريط؟ ما تديهوله ما تديهولهم يا احمد وخلص نفسك وخلصني. اخلصك ايه؟ مش هديهم الشريط مش هديهم الشريط وانت مش مهم عندي خالص. طب وبعدين؟ اولا الشريط ده مش بتاعنا يا سلامه. ده عهد عندنا امانه لازم نحافظ عليها لاخر وقت. طب ده اولا. وثانيا؟ ثانيا ضميري ما يسمحليش. ضميري اهم عندي بكتير جدا من شويه الفلوس والذهب اللي هم خدوها. اهو الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده هو اللي هيوديك في 60 داهيه. انا متاكد باذن الله ان انا هكسب في الاخر. خافش يا سلام. او خاف براحتك يعني. صح انت ايه اللي نزلك هنا تاني؟ الحقني يا احمد. ماما نزلت من بدري ولسه ما رجعتش. ما رجعتش يعني راحت فين؟ كانت بتقول يعني. بتقول ايه؟ ما تقولي. كانت بتقول انها نازله توقعك في الفخ. فخ ايه اللي توقعني فيه؟ هو انا فار يعني. كانت بتقول انها نازله تراقبك عشان تعرف انت رايح فين ومتجوز مين. متجوز مين؟ هو انا مجنون اعملها تاني؟ هو اللي ينتحر مره ينتحر مرتين؟ ما احنا بصراحه يعني شكينا فيك بعد حكايه السرقه دي. المفروض تتعاطفوا معايا مش تشكوا فيا. ده انا مسروق. ما خلاص بقى يا احمد مش وقت الكلام ده. انت هتفضل تعاطف فيا طول النهار؟ ماما نزلت تراقبك وانت ديك اهو رجعت. هي ليه ما رجعتش؟ اكيد كانت بتراقبني غلط او بتراقب حد تاني. اكيد عملت حاجه غلط. ايوه معلش بقى. هي اللي رمت نفسها في طريقنا. لكن ما تخافش والدتك في الحفظ والصون لحد ما تجيب لنا الامانه. مين؟ نعمل لك ايه بقى؟ ما كناش عارفين انك زاهد في الدنيا كده. ما يهمكش لا ذهب ولا فلوس. ايه؟ عايز تسمع صوتها؟ مش مصدق انها عندنا؟ ماشي هسمعك صوتها بس على الله تصدق وتعقل. عاوزين يقتلوني يا احمد. ادي لهم اللي هم عاوزينه يا جوز بنتي. ايه؟ جوز بنتك؟ لا هو مش ابنك. لا
ابني اهل مراته هم اللي سرقوه، انت ليه كنتوا اللي عملتوها يا مجرمين؟ طلع سحباته وكمان ظلمته. ده ما هيصدق معلش ان احنا خلصناه منها. اشوف فيكوا يوم انت وسرنجه في ساعه واحده. احمد، ماما اللي كانت على التليفون مش كده؟ كده يا سحر. طب هي فين؟ ما جاتش ليه لغايه دلوقتي؟ سحر ماما اصلها بتمر بظروف صعبه، بس ان شاء الله هتعدي على خير. ظروف صعبه يعني ايه؟ مفيش، دول شويه ناس يعني خطفوا ماما وبيهددوا بقتلها. ايه سحر؟ ما تقلقيش خالص يا سحر، ما تقلقيش، ان شاء الله خير، كله هيبقى تمام. تمام ايه؟ تمام بالنسبه لك؟ ما انت اصلا عايز تخلص منها. طبعا، بس لا يعني، بس يعني ان شاء الله هتعدي. وبعدين ما هي الغلطانه برضه يا سحر؟ حد قال لها تراقبني بقى كده يا احمد؟ سحر بجد ما تقلقيش، كله هيعدي على خير. خلاص يبقى نبلغ البوليس دلوقتي حالا. يلا. مش هينفع انزل خالص، موقفين واحد تحت عشان يراقبني كمان. سحر ما تقلقيش، ان شاء الله هتصرف، كله هيبقى خير. انت بتعمل ايه يا احمد؟ هو وقته دلوقتي تقرا الجرايد؟ كاتبين اسم رئيس المباحث اللي متابع القضيه، لو عرفت اجيب رقم تليفونه يبقى المشكله اتحلت. عفوا يعني سعادتك متاكد ان سيادتك رئيس المباحث؟ طبعا متاكد. حضرتك ليه خايف كده؟ أصل يعني سيادة المباحث أول مرة يدوني مكالمة في نص الليل واجي على ملا وشي في وقت زي ده. أعتقد إن الناس في مكتب السيد الوزير شرحوا لك طبيعة مهمتنا السرية، صح؟ صح. ما أنا عارف. أصل اللي اسمه أحمد جابر ده ما بيجيش من وراه غير المصايب. ما تخافش يا أستاذ خليل، إحنا راسمين خطة دقيقة جدا، دورك فيها صغير قوي، مجرد إنك تجيب لنا الشريط اللي في مكتب أحمد جابر. بس أهم حاجة دلوقت إن الدقيقة هتفرق معانا. عفوا، عنصر الوقت مهم بالنسبة لي، أنا محتاج وقت كبير لما عمال ألاقي الشريط. لا لا، مفيش ولا وقت ولا حاجة، أحمد جابر ساب لنا رقم الشريط. متهيألي كده بقت سهلة. هنكسر المكتب في حضورك وناخد الشريط وتتوكل أنت على الله. إن شاء الله سهلة. رجع لي الصورة دي وهاتها لي بالبطيء. عرفت يا فندم، ده شلبي ابو دومه سوابق ومسجل خطر، بس ازاي ما سابش بصماته في موقع الجريمه؟ اكيد كان عامل حسابه كويس. المهم فورا تبعت اشاره يدوروا عليه في كل الاماكن اللي ممكن يلاقوه فيها، وما تنساش ان في روح تانيه معرضه للخطر. اقول لكم ايه؟ انا عندي دفتر توفير في البوسطه. ايه البوسنه دي؟ معلش بقول لك ايه، ده ما تقولوش اي اسماء خالص. حاضر، خليك انت معايا، انت احلى قوتك، يقضي عليك وعلى جمالك. بقول لك انا عندي بقى دفتر توفير في البوسطه، خدوه، انا مش عايزاه. ما يلزمناش. ليه؟ ما انت حلو. طب اقول لك، خدي الذهب بتاعي كله، انا عارفه انتوا بتحبوا الذهب قوي. يما فوقي معانا، ربنا يخليكي، احنا مش عايزين ذهب ولا يحزنون، احنا كل اللي عايزينه الشريط. شريط؟ اه شريط ايه؟ الله، ده انتوا سامعين عباء. والله لو عندي شرايط انا كنت جبتها لكم على طول من غير ما تقولوا. احنا هنضيع وقتنا معاها ليه؟ اربط يا مان. ايه بس كده يا راجل؟ يا مان عيب يا مان، انت بخرج عيب يا راجل. انت بس بقى، انت ما كلمتش المحروس التاني؟ كلمته.
وفهمني انه جايب الشريط وجاي على هنا. بس انا الفار بيلعب في عبي، خايف يكون بيكسب وقت وناوي على شر. طب احنا مستنيين ايه؟ يلا بينا نفزع على هنا بسرعه. لم معايا. وراك يا شلبي، اقعد عليهم. دامي معلش انا غلبت فيدا. ازمه وعدت على خير. هو السبب في كل اللي حصل لي. منك لله يا احمد يا جابر يا جوز بنتي. انا مش هشري وكشر، انا عشر، انا واد عامل اللي عليه. كتر خيري حاطط مناخيري في اللي ماليش انا فيه. اللي بمشكل هاخد بيه كنت العب وطنت وابي. ده انا يا حبيبي انا من موقعي هنا هتشوف هعمل ايه. هوب علق انا جاي علق. انت ما شكلك كتير. لقاء وقائي باصدقائي نتيجته كل خير. اي بروب لمحله اواب فضفض وانت هتبقى تمام. ده انا يا حبيبي انا من موقعي هنا هتشوف هعمل ايه. اي خناقه معايا بطاقه بطلق في اي انسان. كتفي بكتفك بكره تشوف جنبك حل انا اي ظروف. انا يا حبيبي انا من موقعي هنا هتشوف هعمل ايه. وانا مش حشري وكشر، انا عشر، انا واد عامل اللي عليه. كتر خيري حاطط مناخيري في اللي ماليش انا فيه. اللي في مشكلة خد بإيديه، كنت العم وطنط وأبيه.